بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى في هذا اليوم المبارك، يوم السبت 22 من شهر الله المحرم سنة 36 و400 ألف للهجرة النبوية، في شرح متن حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى اسمه القاسم بن فيره ابن خلف ابن أحمد، ويكنى أبا القاسم، يعني اسمه القاسم وكنيته أبو القاسم. أبو القاسم القاسم بن فيره، وفيره كلمة أندلسية معناها الحديد، معناها الحديد بلغة أهل الأندلس. الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى من علماء الأندلس، ولد بشاطبة، وهي مدينة من مدن الأندلس، استولى عليها النصارى سنة 45 و600، النصارى استولوا على هذه المدينة سنة 645. الإمام الشاطبي رحمه الله ولد سنة 538 هجرية، سنة 38 و500 للهجرة النبوية. فوقت ولادته ونشأته رحمه الله كانت شاطبة مدينة عامرة بعلماء المسلمين وأئمتهم. رحل بعد ذلك إلى بلنسية، وهي من مدن الأندلس أيضا، فعرض بها التيسير من حفظه والقراءات على الإمام ابن هزيل رحمه الله تعالى، وهو من شيوخه، فعرض عليه متن التيسير في القراءات السبع من حفظه. والإمام الشاطبي رحمه الله كف بصره صغيرا، حتى إن بعض العلماء قالوا يعني في ترجمته إنه ولد كفيفا، لكن المشهور أنه ولد بصيرا، لكن كف بصره في صغره رحمه الله، وأوتي براعة في الحفظ، فحفظ القرآن الكريم والقراءات ومتن التيسير، وحفظ صحيح البخاري، وعرض القرآن والحديث على الإمام ابن هزيل وعلى الإمام أبي عبد الله محمد ابن سعادة من أئمة الحديث في بلنسية، فقرأ عليه في الحديث أيضا، وقرأ يعني كتب اللغة، كتاب سيبويه والكامل لابن مبرد، وكتاب أدب الكاتب لابن قتيبة، وغيرها من كتب اللغة على الإمام أبي محمد عبد الله بن أبي جعفر المرسي، وعلى كتب اللغة قرأها على الإمام أبي عبد الله محمد بن حميد، كلهم من علماء الأندلس. ثم بعد ذلك رحل إلى الحج، ومر في رحلته بالإسكندرية، وسمع فيها الحديث من الحافظ أبي طاهر السلفي من أئمة الحديث في الإسكندرية بمصر، ثم مر بالقاهرة في رحلته للحج، واستقر به المقام في القاهرة. لما وجد يعني القاضي الفاضل، وهو يعني من حكام القاهرة في ذلك الوقت، لما وجد براعته في العلوم، فألح عليه أن يقيم بالقاهرة، وكان قد بنى مدرسة كبيرة يقال لها المدرسة الفاضلية، مدرسة في ذلك الوقت يعني مثل الجامعات الآن، يعني كلها مكانة كبيرة وتستقطب يعني طلاب العلم من أنحاء البلاد، ويتنافسون يعني في إحضار كبار العلماء للتدريس بها. فالقاضي الفاضل
ألح عليه أن يقيم بالقاهرة ويتولى يعني رئاسة هذه المدرسة اللي هي الفاضلية التي بناها القاضي، فجلس بها لإقراء القرآن الكريم وتعليم العلم. وفي المدرسة الفاضلية بالقاهرة نظم منظومته هذه الشاطبية، نظمها في القاهرة لتدريسها للطلاب في المدرسة الفاضلية، ونظم فيها أيضا منظومته عقيلة أتراب القصائد، هذه في علم رسم القرآن الكريم، رسم المصاحف، ونظم أيضا منظومته ناظمة الزهري في عد آي القرآن. يعني الإمام الشاطبي رحمه الله له هذه المنظومات الثلاث، الشاطبية اللي هي حرز الأماني هذه في القراءات السبع، وعقيلة أتراب القصائد في علم رسم المصحف، وناظمة الزهري في عد الآي. ولما فتح صلاح الدين الأيوبي رحمه الله بيت المقدس، فذهب يعني رحل إلى القدس وزار بيت المقدس والمسجد الأقصى وصلى فيه، ثم رجع إلى القاهرة وأقام في القاهرة حتى توفي رحمه الله تعالى، وكانت وفاته سنة 90 و500 من الهجرة النبوية. وهو زار بيت المقدس قبل وفاته بسنة يعني. كان إماما كبيرا رحمه الله تعالى، إماما في القراءات والحديث واللغة والأدب، وكان من الزهاد العباد رحمه الله تعالى. قال ابن خلكان، قال: كان إذا قرئ عليه صحيح البخاري ومسلم والموطأ تصحح النسخ من حفظه. يعني كان يحفظ البخاري ومسلما والموطأ، وكان العلماء يقرؤون عليه ويصححون نسخهم من حفظه رحمه الله تعالى. الحافظ أبو شامة رحمه الله من كبار أئمة الشافعية الدمشقي رحمه الله، قال: رأيت جماعة فضلاء فازوا برؤية شيخ مصر الشاطبي، وكلهم يعظمه ويثني كتعظيم الصحابة للنبي. يعني هو أدرك تلاميذ الشاطبي، فيقول يعني شيوخه الذين رأوا الشاطبي كلهم يعظمونه ويثنون عليه، يعني كثناء الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني التشبيه يعني معلوم، يعني القصد فيه يعني أنه يريد يعني يعظمونه تعظيما كبيرا ويجلونه جلالا عظيما. طبعا مكانة النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا تدانيها يعني شيء كما هو معلوم يعني. وكان يصلي الصبح بالمدرسة الفاضلية ويجلس للإقراء بعد صلاة الصبح. يعني طريقته كان يجلس للإقراء بعد صلاة الصبح، وكانوا يتسابقون إليه، وكان يقول: من جاء أولا فليقرأ أولا، من جاء أولا فليقرأ أولا. وكان لا يجلس للإقراء إلا على طهارة رحمه الله تعالى، وكان لا يتكلم إلا بما تدعو الضرورة إليه رحمه الله تعالى. ومن تلاميذه الإمام أبو الحسن علي بن محمد السخاوي رحمه الله، والإمام علي بن شجاع الضرير الكمال العباسي، وهو صهر الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، زوج بنته يعني، وآخرون يعني ابن وضاح اللخمي وأبو عبد الله محمد بن عمر القرطبي وآخرون. قصيدته الشاطبية يعني مما قيل فيها يعني، إن هنا بعض النقولات يعني في قصيدته. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى يقول في كتابه معرفة القراء الكبار، قال: وقد سارت الركبان بقصيدتيه حرز الأماني وعقيلة أتراب القصائد اللتين في القراءات والرسم. حرز الأماني اللي هي في القراءات، وعقيلة أتراب القصائد في الرسم. قال: سارت يعني الركبان بقصيدتيه،
اللتين في القراءة والرسم، وحفظهما خلق لا يحصون، وخضع لها فحول الشعراء وكبار البلغاء وحزاق القراء، فقد أبدع فلقد أبدع وأوجز وسهل الصعب. انتهى كلامه. والإمام ابن الجزري رحمه الله يقول: ومن وقف على قصيدته يعني الشاطبية علم مقدار ما آتاه الله في ذلك، خصوصا اللامية التي عجز البلغاء من بعده عن معارضتها، إلى أن يقول يعني: ولقد رزق هذا الكتاب اللي هو الشاطبية من الشهرة والقبول ما لا أعلمه لكتاب غيره في هذا الفن، بل أكاد أن أقول ولا في غير هذا الفن. يعني ما في كتاب يعني حز شهرة وقبولا عند المسلمين من كتب الناس يعني التي ألفوها يقول مثل الشاطبية. فإنني لا أحسب أن بلدا من بلاد الإسلام يخلو منه، بل لا أظن أن بيت طالب علم يخلو من نسخة منه، ولقد تنافس الناس فيها. هذا من كلام ابن الجزري يتكلم عن الشاطبية يعني. قال: ولقد تنافس الناس فيها ورغبوا من اقتناء النسخ الصحاح بها إلى غاية، حتى إنه كانت عندي نسخة باللامية والرائية، الرائية اللي هي عقيلة أترب القصائد، بخط الحجيج صاحب السخاوي مجلدة، فأعطيت بوزنها فضة فلم أقبل. كان الحافظ ابن الجزري عنده نسخة بخط واحد من تلاميذ السخاوي اللي هو شيخه تلميذ الشاطبي، قال: فأعطيت بوزنها فضة، عرض عليه يعني يشتروها منه بوزنها فضة، قال: فلم أقبل. ولقد بالغ الناس في التغالي فيها وأخذ أقوالها مسلمة واعتبار ألفاظها منطوقا ومفهوما، حتى خرجوا بذلك عن حد أن تكون لغير معصوم، وتجاوزوا بها الحد إلى آخر يعني ما قاله رحمه. فإن شاء الله يعني نبدأ بإذن الله تعالى في شرح هذا المتن المبارك، وهو بركة يعني هذا المتن هي بسبب بركات القرآن الكريم يعني. فكما ذكر بعض أهل العلم القرآن الكريم يعني كتاب مبارك، كما قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. فكل ما له صلة بالقرآن يكون فيه بركة دائما، والبركة يعني هي كثرة الخير ودوامه واستمراره يعني. فأي شيء له صلة بالقرآن، الكتب التي في تفسير القرآن وفي إقراء القرآن ومن يقرأ القرآن ومن أي شيء يعني له صلة بالقرآن الكريم ومدارس تعليم القرآن، لابد أن يكون فيها بركة يعني، هي من آثار بركة القرآن الكريم، لابد أن يكون فيها خير كثير ودائم ومستمر يعني بإذن الله سبحانه وتعالى. فبركة يعني الشاطبية هي من بركة القرآن الكريم وما حوته من قراءات القرآن الكريم. المنظومة الشاطبية لها شروح كثيرة جدا يعني لا تحصى ولا تعد يعني، اخترنا منها شرح شيخنا الشيخ إيهاب فكري حيدر حفظه الله تعالى، المقرئ بالحرم النبوي الشريف، والمؤلف يعني رجل من أهل العلم والفضل، لازمته 7 سنوات تقريبا يعني في مدينة الرياض، قرأت عليه 3 ختمات يعني، ختمة بقالون وشعبة وحفص، ثم ختمة بالقراءات 7، ثم ختمة بالقراءات 3 في مدينة الرياض قبل أن ينتقل إلى المدينة النبوية المشرفة يعني. وكان ذلك يعني ابتداء من سنة 1410 هجرية، احنا الآن 436، قبل 26 عاما يعني قرأنا على شيخنا الشيخ إيهاب فكري حيدر حفظه الله تعالى. وكانت القراءة بجمع بالآية يعني، كان وقتها لا يسمح يعني إلا قراءة الآية كاملة مثلا للراوي الأول، ثم عطف القراءات يعني بالآية كاملة، ليس بالوقف يعني، لا نقرأ الآية كاملة ثم نجمع ما فيها من الأوجه وكذا. الشيخ إيهاب له شرح على الشاطبية، وآخر على الدرة، وآخر على الطيبة، له تقريب الشاطبية وتقريب الدرة وتقريب الطيبة، وله كتب في تحريرات القراءة الكبرى، وله مؤلفات يعني حفظه الله. فشرحه من يعني من أنسب الشروح يعني
بين التطويل، بعض الشروح تطول كثيرا في أشياء لا علاقة لها بالقراءات، يعني يتناولون ألفاظ المتن دراسة لغوية وبلاغية وكذا، فيخرجون كثيرا عن الغرض يعني من المتن. أما شرح الشيخ فيعتني ببيان معاني المفردات وتوضيحها، وفي نفس الوقت أيضا يركز على ما فيها من القراءات. يعني بعض الشروح يكون فيها اختصار مخل، أنها تركز على بيان معاني القراءات من غير شرح يعني مفردات المنظومة وتراكيبها. لأن الشاطبية يعني كما يقولون يعني لها ظاهر وباطن، هو دايما يستعمل رموزا يعني كما سيأتينا إن شاء الله يرمز بها للقراءات المقروءة، فتجد البيت يعني له معنى ظاهر، بحيث لو أن شخصا لا يعرف في القراءات ولا يعرف رموز القراء ويقرأ البيت يجد فيه فائدة، يعني كلها فيها حكم وفوائد، وهذا من براعته يعني أنه جمع بين، ليس كمتون ابن الجزري رحمه الله، يعني تجد الرموز يعني البيت يعني إذا تنظر إليه من غير يعني دلالته على القراءات قد لا يكون فيه يعني معاني يعني تستفاد منه، بخلاف هنا المنظومة الشاطبية فتجد الأبيات لها معاني جميلة وفيها حكم ومواعظ وفوائد من جهة ظاهرها، بس من جهة باطنها أنه يعني بها رمزا لقراءات قرآنية قرأت في هذه الكلمات كما سيأتي يعني توضيحه. فهذا الكتاب يعني فيه يعني الشرح ألفاظ القصيدة وما يتعلق بها من المعاني والفوائد والحكم وكذا، وفي نفس الوقت أيضا فيه بيان القراءات القرآنية الواردة فيه. الشرح أيضا الذي مع أخينا الكريم الوافي للشيخ عبد الفتاح القاضي هو أيضا من الشروح النافعة المفيدة إن شاء الله. شروحها كلها إن شاء الله فيها نفع وبركة، يعني لكن اخترنا هذا الشرح ونلخص منه إن شاء الله، يعني لا نقرأه كاملة، نلخص منه إن شاء الله. طيب، قل بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمن الرحيم وموئلا. قال أخبر الناظم أنه بدأ ببسم الله في أول نظمه، قال بسم الله الرحمن الرحيم، بدأت ببسم الله يعني بدأ ببسم الله في أول نظمه، ومعنى بدأت قدمت، بدأت ببسم الله يعني قدمت بسم الله، قدم البسملة. قال بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمنا رحيما. قال رحمنا رحيما يريد به تكملة لفظ البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال وموئلا، والموئل المرجع والملجأ، المرجع والملجأ، تبارك رحمنا رحيما وموئلا يعني ومرجعا وملجأ. قال وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا. وثنيت يعني أتى ثانيا بعد البسملة، يعني أول شيء بدأ بالبسملة، والأمر الثاني الذي أتى به بعد البسملة هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وثنيت يعني الأمر الثاني الذي أتيت به بعد البسملة هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله ربي على الرضا. قال الرضا يعني ذا الرضا، أي الراضي، لقوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فالنبي عليه الصلاة والسلام سماه هنا الرضا يعني الذي أرضاه ربه، الرضا بمعنى الراضي أي الذي أرضاه ربه سبحانه وتعالى. وفي الحديث عن أبي طلحة رضي الله عنه أن الله تعالى قال في الحديث القدسي يا محمد عليه الصلاة والسلام أما يرضيك ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه 10، ولا يسلم عليك إلا سلمت عليه 10. رواه أحمد والدارمي والنسائي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. فهذا حديث صحيح في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في أوله يقول تعالى يا محمد أما يرضيك ألا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه 10، فأرضاه الله سبحانه وتعالى.
قالوا المهدى مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهدى، أيضا رواه الحاكم وصححه وفقه الذهبي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا رحمة مهداة للناس، فهو مهدى من الهدية يعني هدية أرسلها الله تعالى إلى الناس أو أهداها للناس. مرسلة حال من إيه؟ من المهدى، يعني هدية مرسلة من الله سبحانه وتعالى. قال وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا. قال وعترته، يقول العترة في اللغة لها معان، يعني أصل كلمة العترة في اللغة، فمن معانيها حجر يهتدي به الضب إلى مأواه. تعرفون الضب الحيوان يعني يهتدي إلى جحره بحجر، يعني يستدل به إذا رآه يعرف إيه مكان جحره فيذهب إليه. والعترة كذلك ما بقي من أصل الشجرة، ما بقي من أصل الشجرة، فإذا ذهب بعضها وبقي جزء من أصل الشجرة، يعني جذر الشجرة، فما بقي من أصل الشجرة يقال له عترة. وعترة النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل بيته، هم أهل بيته. قال مالك، الإمام مالك رحمه الله قال أهله الأدنون وعشيرته الأقربون. قال العترة هم أهله الأدنون وعشيرته الأقربون. قال فلما كانت العترة أصحابا ولم يكن كل الأصحاب عترة، قال ثم الصحابة، يعني سلم على عترة النبي صلى الله عليه وسلم. عترة النبي صلى الله عليه وسلم هم يعني الصحابة الذين هم من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وأهله، فهم قسم من الصحابة. والصحابة أعم وأوسع، يعني فمن عترة النبي صلى الله عليه وسلم مثل علي والحسن والحسين رضي الله عنهم وأرضاهم وفاطمة رضي الله عنها، فهؤلاء هم يعني عترته هم قسم من الصحابة. فقال وعترته ثم الصحابة، يعني يسلم على العترة خصوصا ثم على عموم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال والصحابة اسم جمع والمفرد الصحابي، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مسلما ومات على الإسلام. قال ثم من تلاهم، أي تبعهم على الإحسان، أي على طريقة الإحسان، يشير إلى قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه. فقوله وبلا، الوبل جمع وابل وهو المطر الغزير، الوبل جمع وابل وهو المطر الغزير، فشبه الصحابة رضي الله عنهم بالمطر لعموم نفعهم للمسلمين وللأمة. قال وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجزم العلا. قال وثلثت يعني الأمر الثالث الذي أتيت به بعد البسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعترته وصحابته، ثم الأمر الثالث الذي أتى به هو حمد الله سبحانه وتعالى. قال وثلثت أن الحمد لله دائما، والحمد هو الثناء، وقال أن الحمد تقرأ بالفتح والكسر للهمزة، أن الحمد أو إن الحمد كلاهما، قال كلاهما مروي. دائما أي مستمرا، وما ليس مبدوءا به أجزم العلا، يعني ما ليس مبدوءا بحمد الله تعالى أجزم، يعني أقطع الشيء المجزوم يعني المقطوع، أجزم العلا. والعلاء هو الرفعة والشرف، يعني أي شيء ليس مبدوءا بحمد الله سبحانه وتعالى فهو مقطوع الرفعة والشرف، يعني لا شرف له ولا رفعة، ما لا يبدأ بحمد الله تعالى لا يكون شريفا ولا يكون رفيعا، فلذلك بدأ بحمد الله تعالى. يشير إلى الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجزم، كل أمر ذي بال يعني كل أمر مهم يعني ذي بال يعني له قيمة وله أهمية لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجزم، يعني فهو أقطع يعني مقطوع البركة
الرفعة والشرف. والحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، حسنه بعض أهل العلم كابن الصلاح والنووي، وفي سنده مقال، لكنه من أحاديث الترغيب يعني عموما، وفضائل الأعمال، وأحاديث الترغيب والفضائل، وأحاديث الترغيب والفضائل إيه يعني يتسامح فيها يعني. قال: وبعد فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلا. قال: وبعد فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلا. وبعد يعني بعد هذه البداءة، يعني بعد الافتتاحية التي افتتح بها بهذه الأمور الثلاثة التي هي البسملة والصلاة والحمد، فبعد هذه الأمور يعني الأصل في قوله وبعد، الأصل فيه أما بعد. كان النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه بعد أن يفتتح بالحمد والثناء فيقول إيه أما بعد، فيختصرها الناظمون أحيانا والكاتبون فيقولون وبعد، اختصارا لإيه لقوله أما بعد التي هي فصل الخطاب. قال: وبعد فحبل الله فينا كتابه. حبل الله سبحانه وتعالى الموجود فينا هو كتاب الله تعالى، يشير إلى ما جاء في تفسير قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وردت أحاديث يعني في هذا المعنى، منها حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله هو حبل الله الممدود بين السماء والأرض، وحبل الله الممدود بين السماء والأرض، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. فكتاب الله تعالى هو حبل ممدود بين السماء والأرض، طرفه بيد الله سبحانه وتعالى وطرفه الآخر بيد الناس يعني موجود عندهم. فالحبل يعني هو الذي به يرفع الإيه الإنسان، إذا تمسك بالحبل واعتصم بحبل الله تمسك به وهو في مكان يعني يخشى فيه الهلاك، كمان يكون مثلا في بحر متلاطم الأمواج ويخشى عليه الغرق، أو في موضع يخشى عليه الهلاك فيه، فينزل إليه حبل من السماء فيمسك به ويرفعه هذا الحبل فينجو فإذا تمسك به. فكتاب الله تعالى هو هذا الحبل الذي من تمسك به نجا. وورد أيضا في حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، إلى آخر الحديث. فقال: وبعد فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به يعني جاهد بالقرآن الكريم، يشير إلى قوله تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وجاهدهم به، قالوا الضمير يعود على القرآن الكريم، لأنه له ذكر قبل ذلك في أول السورة، ذكر الله تعالى القرآن ثم بعدها قال إيه: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، وفسرها ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من المفسرين، قال: وجاهدهم به أي بالقرآن الكريم جهادا كبيرا. فقال: فجاهد به يعني جاهد بالقرآن حبل العدة، يعني يقول القرآن هو حبل الله فجاهد به حبل العدة. قال: والحبل هو الداهية، الحبل بكسر الحاء هو الداهية، فالقرآن هو حبل الله فجاهد به حبل العدة، يعني داهية الأعداء، يعني العدو الداهية يعني الماكر المخادع، فالأعداء عداء الدين يعني من المكرة المخادعين الدهاء، جاهدهم بالقرآن الكريم. متحبلا أي آخذا إياهم بالحابلة، والحابلة هي الشبكة التي يصاد بها، تعرفون الشبكة التي يلقيها الصياد على الفريسة فتتعثر فيها فيصيدها بها. فقال: فجاهد به حبل العدة، يعني جاهد به الداهية يعني الماكرة أو ذا الحيلة أو من الأعداء، متحبلا يعني مصطادا له بالحابلة يعني بالشبكة.
وهنا كما ذكر الشارح يعني تحتمل معنيين، يعني معنى صيدهم إلى الحق، يعني ألقى عليهم شبكتك يعني لتصيدهم إلى الحق وتدلهم إليه، أو بمعنى أن تهلكهم بالقرآن الكريم وتقضي به على مكرهم وإضلالهم للناس يعني. وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا. قال وأخلق به، هذا أسلوب تعجب، معناه ما أخلقه، يعني التعجب له أسلوبان، هو أفعل به وما أفعله. يعني إذا أردت أن تتعجب من كرم شخص فتقول أكرم به أو ما أكرمه، تتعجب مثلا من قوة سمع شخص فتقول أسمع به أو تقول ما أسمعه، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، يعني ما أسمعهم وما أبصر، ما أقوى سمعهم وما أقوى بصر. فالتعجب يعني له أسلوبان، اللي هما أفعل به وما أفعله. فهنا أخلق به، والشيء الخليق يعني الجدير الحقيق. قال وأخلق به، يعني ما أجدره وما أحقه، يعني أخلق بالقرآن الكريم، يعني القرآن جدير وحقيق بما مر ذكره، يعني اللي هو أنه يجاهد به الأعداء ويتمسك به للنجاة. قال وأخلق به، يعني وهو خليق بذلك وجدير به، يعني ما أخلقه، يعني ما أجدره وما أحقه، واضح؟ يعني هو جدير بهذا، مستحق لهذا. إذ ليس يخلق جدة، إذ يعني إذ هنا تفيد التعليل، يعني لماذا أخلق بالقرآن، يعني ما أخلقه، يعني ما أجدره وما أحقه بما سبق، لأنه ليس يخلق جدة. ليس يخلق يعني لا يبلى، وجدة يعني من ال يعني دائما هو جديد. إذ ليس يخلق، الشيء الذي يخلق هو يبلى، يعني يبلى يعني مثل الثوب القديم، يقال يخلق الثوب، يعني يبلى الثوب ويهترئ ويتمزق أو تنطمس نقوشه ونحو ذلك. فكما في الحديث إن الإيمان يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يعني يبلى الإيمان، يضعف ويهترئ. قال فسلوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم كما ورد في الحديث. فتجديد الشيء يعني تحديثه وجعله جديدا. فيقول القرآن الكريم إذ ليس يخلق، لا يبلى، ليس مثل الأشياء التي تبلى وتنطمس وتزول، لكن القرآن الكريم إذ ليس يخلق جدة، لأنه دائما جديد باستمرار. إذ ليس يخلق جدة، دائما فيه تجديد للإيمان وفيه معاني، كلما قرأت القرآن الكريم تجد فيه تذكيرا ومعنى جديدا وفائدة وانتباها، يعني انتباها لأشياء يعني هي في القرآن الكريم لم تنتبه إليها أول مرة من التذكير والوعظ. يعني آثاره دائما، كلما قرأت القرآن الكريم له أثر جديد على قارئه. إذ ليس يخلق جدة، يعني لا يبلى على كثرة الرد، جديدا مواليه على الجد مقبلا. جديدا قال من الجد بفتح الجيم، وهو العز والشرف. قال إذ ليس يخلق جدة جديدا، يعني ذو جد، والجد هو الرفعة والعز والشرف، كما في قوله تعالى وأنه تعالى جد ربنا، يعني عظمته وسلطانه وعزته وشرفه. وقوله في الحديث ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد يعني ذا العزة والشرف والسلطان، لا ينفعه الجد، يعني لا ينفعه عزه وشرفه، واضح؟ فقال وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا من الجد، وهو العز والشرف، مواليه،
مواليه يعني مصافيه مع ملازمة العمل بما فيه. الموالي ضد المعادي، يعني موالي القرآن يكون جديدا على الجد مقبلا، يكون جديدا يعني عزيزا شريفا على الجد مقبلا. والجد بكسر الجيم ضد الهزل، من والى القرآن فإنه يكون ذا عز وشرف ويكون مقبلا على الجد الذي هو يعني ضد الهزل، يعني منشغل بمعالي الأمور وليس مشغولا بالهزل الذي هو يعني سفاسف الأمور وما لا قيمة له ولا أهمية له. وجديدا يمكن أن نجعلها يعني حالا إيه من القرآن الكريم أو من موالي القرآن الكريم، يعني يمكن أن نقول الحال هذه يمكن أن تكون لما قبلها أو لما بعدها، فممكن وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا. فجديدا يعني القرآن الكريم يعني عزيزا شريفا، أو جديدا مواليه يعني موالي القرآن يعني يكون عزيزا شريفا مقبلا على الجد. قال: وقارئه المرضي قر مثاله كالترج حاليه مريحا وموكلا. يقول وقارئه يعني قارئ القرآن المرضي، صفة للإيه للقارئ المرضي، يعني الذي يرتضى يعني عمله وخلقه. قال وقارئه المرضي قر مثاله يعني استقر مثاله كالترج، والترج يعني فاكهة، نوع من الفاكهة تشبه البرتقال ونحوه من الحمضيات يعني، ويقال له الأترج أو يقال له الأترنج، والترنج فيه لغات يعني. فالأترج مش عارف إذا كان موجود عندكم في الصومال ولا لا يوجد، فاكهة يعني تشبه البرتقال، ويوجد منها أنواع يعني مثل البرتقال في أنواع حالية الطعم وأنواع حامضة يعني، في فكذلك الأترج منه أنواع فيها حموضة وأنواع فيها حلاوة، يعني حلاوة في طعمها. دائما موجود عندنا في مصر يكون طعمه حامضا، لكن قرأت يعني أن يوجد أنواع منه في اليمن وغيره يكون طعمها حاليا حلوا يعني، وهو المضروب به المثل في الحديث أترج يعني رائحته طيبة، يعني له رائحة طيبة وله في نفس الوقت طعمه حلو. فقال أشار إلى قوله عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن، وهي الأترج زي ما ذكرنا مثل البرتقال كده يعني، إذا كان يعني جديدا من الشجرة وكده كله رائحة طيبة يعني، ورائحته حتى أطيب يعني من البرتقال. فقال كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. تعرفون نبات الريحان رائحته طيبة ولكن طعمه مر. ومرات الريحان في لغة العرب مرات يطلق على كل أنواع الزهور والورود وكذا، مرات كلها يقال لها ريحان يعني، هي مرات تطلق على نوع معين معروف، ومرات يعني تطلق على كل الزهور والورود بصفة عامة يعني أنها ريحان. الزهرة أو يكون رائحتها طيبة لكن طعمها مر. فهذا المنافق الذي يقرأ القرآن. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها، طعمها مر ولا ريح لها. فهنا يقول وقارئه المرضي يعني قارئ القرآن المرضي، يعني الذي يرتضى
عمله وخلقه ودينه قر مثاله، يعني مثاله قد استقر كما ضربه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث كالأترج حاليه مريحا وموكلا، يعني في حالتي يعني من جهة حالتيه من جهة الرائحة ومن جهة الطعم. قال مريحا من أراح الطيب يعني أعطى رائحة، وموكلا يقال أوكل الزرع يعني أطعم، فهنا وموكلا يعني ومطعما يعني من جهة كونه معطيا رائحة ومطعما طعما. هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة قنقلا. هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة قنقلا. هو يعني ضمير يعود على قارئ القرآن. هو المرتضى أمن، والأم هو القصد. هو المرتضى أمن يعني قارئ القرآن، المرتضى أمن يعني المرتضى قصدا، يعني قصد إلى الشيء يعني أراده، يعني أراد خيرا وأراد شيئا مرتضا، يعني أراد شيئا مرضيا. هو المرتضى أمن، هو الذي يرتضى قصده وهدفه الذي يريده ويسعى إليه. إذا كان أمة، إذا كان أمة قال كان بمعنى صار، يعني هو المرتضى أمن إذا كان أمة يعني إذا صار أمة، يعني هنا أمة بمعنى إماما يقتدى به يقوم مقام جماعة من الناس، لأنه اجتمع فيه ما تفرق فيهم من المصالح، كما في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. فهنا أمة يعني إماما يقتدى به في الخير. وهذه الكلمة قالها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في معاذ بن جبل رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا. شهادة ابن مسعود رضي الله عنه لمعاذ، قال إن معاذا كان أمة يعني إماما يقتدى به في الخير، أو يجتمع فيه ما يعني ما تفرق في غيره من خصال الخير، فكلها تجتمع في إذا اجتمعت في الواحد فكأنه يقوم مقام جماعة من الناس. فيقول هو المرتضى أمن يعني قارئ القرآن، هو المرتضى قصد الذي يرتضى قصده وما يريده. إذا كان أمة يعني إذا صار أمة، إذا صار إماما يقتدى به في الخير واجتمعت فيه خصال الخير. ويممه ظل الرزانة، ويممه يعني قصده، ويممه يعني وقصده ظل الرزانة، والرزانة هي السكينة والوقار، واستعار لها الظل. تعرفون في البلاغة اللي هي الاستعارة، مثلا واخفض لهما جناح الذل، فكأنه كأنه شبه الذل بالطائر الذي له جناح، ثم حذف المشبه به اللي هو الطائر وكنى عنه بشيء من لوازمه اللي هو الجناح. فهنا قال ويممه ظل الرزانة، فكأنه شبه الرزانة أي السكينة والوقار بشيء له ظل، ثم حذف المشبه وكنى عنه بشيء من لوازمه اللي هو الظل يعني. فقال ويممه ظل الرزانة وهي السكينة والوقار، واستعار للرزانة ظلا، استعار لها الظل يعني من الأشياء التي لها ظل. الرزانة شيء معنوي ليس حسيا، والظل هذا يكون للمحسوسات، فكأنه شبهها بجبل أو بناء عظيم له ظل، وحذف المشبه وكان عنه بلازمه الذي هو الظل. وجعل الرزانة هي التي تقصده كأنها تفتخر به لكثرة خلال الخير فيه. قال ويممه ظل الرزانة يعني ظل الرزانة، يممه يعني قصده، هو الذي جاء إليه قصده، يعني كأن ظل الرزانة توجه إلى قارئ القرآن وذهب إليه.
قنقلة يعني كثيبا من الرمل أو مكيالا ضخما. القنقل مرات يأتي بمعنى الكثيب من الرمل، الكومة الكبيرة من الرمل، أو القنقل أيضا لها معنى آخر وهو المكيال الضخم، مكيال مثل الصاع ونحوه، يعني أكبر من الصاع، مكيال كبير ضخم تكال به الأشياء الأطعمة وكذا. قال ويممه ظل الرزانة قنقلة، يعني إذا أنهيتم الشاطبية تخرجون بثروة لغوية كثيرة، يعني مفردات كثيرة استعملها الناظم رحمة الله. مر بنا في ترجمته أنه كان إماما في اللغة وقرأ كثيرا من كتب الأدب واللغة، وظهر هذا في نظمه. قال هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبل. يعني المقدمة كلها إيه؟ في مدح قارئ القرآن وبيان شرفه وفضله، وهذا فيه حث على تعلم القرآن ونيل هذا الفضل وهذا الشرف. قال هو الحر، يعني هو ضمير يعود على القارئ المرتضى قصده، هو الحر أي الخالص من الرق. الحر هو الخالص من الرق، والمراد هنا لم تسترقه الدنيا ولم يستعبده الهوى. هنا الحرية الحقيقية اللي هي التحرر من عبادة غير الله تعالى، أن يكون عبدا لله تعالى، فعبودية الله تعالى هي الحرية الحقيقية، لأنها إيه؟ لأن الإنسان بطبيعته يعني هو مجبول على أن يكون عبدا، إما عبدا لله وإما عبدا لما سوى الله، يعني لا ينفك الإنسان عن العبودية. فمن ارتضى أن يكون عبدا لله تعالى تحرر من عبودية كل ما سوى الله، فلم يستعبده الهوى ولا الشيطان ولا المال ولا الدنيا ولا غير ذلك. ومن يعني خرج عن عبودية الله تعالى صار عبدا للهوى وللشيطان وللنفس وللدنيا ولغير ذلك من حقائر الأمور، فصار عبدا لها. فقال هو الحر، يعني قارئ القرآن هو الحر، يعني الذي هو يعني بسبب عبوديته لله تحرر من عبودية ما سواه، لم يكن عبدا لمخلوق مثله ولا للدنيا ولا للهوى. قال وكيف يقع في ذلك من فهم قوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وقوله عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها قطرة ماء. قال هذا الحديث رواه الترمذي وقال الصحيح غريب وابن ماجه. قال هو الحر إن كان الحرية، يعني إن كان الحقيقة، الحقيقة الحقيقي يعني مستحق للشيء الجدير به، هو الحر إن كان الحرية حواريا، والحواري هو الناصر الخالص في ولايته، والياء مشددة في أصلها ولكنه خففها لضرورة النظم، يعني منهم الحواريون اللي هم أصحاب عيسى عليه السلام، قال الحواريون، فالحواريون أصحاب عيسى عليه السلام، يعني الناصر الخالص في ولايته، الذين يعني أخلصوا له النصح والولاء والنصرة، فهم أصحاب عيسى عليه السلام، سماهم الله تعالى الحواريين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن الزبير، قال إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير ابن العوام، هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نصيره الذي يعني أخلص له في النصرة والولاء له والدفاع عنه. فقال هو الحر إن كان الحري، يعني إن كان الجدير الحقيقة حواريا، يعني ناصرا خالصا له بتحريه، والتحري هو بذل المجهود في طلب المقصود، التحري هو بذل المجهود في طلب المقصود له بتحريه، يعني هو الحر. تلاحظون هنا يعني هذا يسمى في اللغة الجناس، اللي هو يأتي في هناك جناس تام
اللي هو نفس اللفظة يكون لها معنيان، فيكثر في قصيدته، يعني هذا نوع من المحسنات البلاغية يعني التي يؤتى بها. فمرات يعني يكون نفس اللفظة لها معنيان مختلفان فيأتي باللفظة على معنيين مختلفين. ومرات الجناس الناقص يعني يكون تشابه في بعض الحروف لكن مع اختلاف أيضا في المعنى. فهنا تلاحظون في هذا البيت استعمل لفظ الحر ولفظ الحري ولفظ الحواري ولفظ التحري، كلها فيها الحاء والراء، يعني كلها فيها الحاء والراء مع اختلاف معانيها. فقارئ القرآن هو الحر الذي لم يستعبده الهوى، وهو الحري يعني الجدير الحقيق بالشيء، حواريا حواريا له يعني مخلصا للقرآن الكريم ومواليا له ناصرا له، ماشي، بتحريه يعني التحري اللي هو بذل الجهد في طلب المقصود، يتحرى في الأمر يعني يبذل فيه جهده، إلى أن تنبل، قال إلى أن مات، إلى أن إلى أن مات، يقال تنبل البعير يعني مات. هذا تفسير. بعض الشراح يعني يفسره تفسيرا آخر من النبل، يعني صار نبيلا، والنبيل هو بمعنى العزيز الشريف، يعني إلى أن صار يعني نبيلا، يعني لازم هذه الأمور المذكورة حتى صار نبيلا يعني عزيزا رفيع القدر، زي سير أعلامي النبلاء، جمع نبيل يعني من النبل اللي هو الشرف والمكانة ورفعته. الشارح هنا قال فسرها من معاني تنبل يعني مات، يعني إلى أن يعني استمر على ذلك وثبت عليه إلى أن مات على ذلك، وهذه هي الاستقامة يعني للثبات على الحق إلى أن مات. قال وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا. قال هذا حث على التمسك بالقرآن الكريم والعمل بما فيه. قال وإن كتاب الله أوثق شافع، يعني أوثق يعني أقوى شافع، يعني أقوى شافع، والشافع من الشفاعة، والشفاعة هي الوساطة للغير في جلب الخير، الوساطة للغير في جلب الخير، فهذه هي الشفاعة. فقال وإن كتاب الله أوثق شافع يعني أقوى شافع يشفع للإنسان، يعني يتوسط له عند الله تعالى ليجلب له الخير، لأن شفاعته مانعة له من الوقوع في العذاب، والشفاعة غيره مخرجة له منه بعد وقوعه فيه. يقول لماذا القرآن هو أوثق شافع؟ لأن شفاعة القرآن تمنع العذاب من الأساس، بخلاف يعني غيره من الشفاعات قد يكون رفع العذاب بعد وقوعه فيشفع فيه حتى يخرج من العذاب، لكن كتاب الله تعالى أوثق شافع لأنه يمنع من وقوع العذاب أصلا. ووردت أحاديث كثيرة في شفاعة القرآن، الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة، يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوة، ويقول القرآن أي ربي منعته النوم، فيشفعان. ووردت أحاديث عديدة في هذا المعنى يعني في شفاعة القرآن. وكذلك مثلا في البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، تأتيان كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة تشفعان له. فقال وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء يعني وأكفى كفاية، وأغنى غناء يعني وأكفى كفاية، أي كفاية القرآن أتم من كفاية غيره. بعض النسخ الشاطبية وأغنى غناء، وبعضها وأغنى غناء وكأنها صح يعني وأغنى غناء واهبا متفضل يعني وأكفى كفاية. واهبا من الهبة وهي العطية، يعني القرآن يهب
قارئه هبات عظيمة، يعني يعطيه عطايا جليلة، متفضلا يعني زائدا في دوام الهبة والفضل الزيادة، يعني يهبه ويتفضل عليه يعني ويزيده في الايه في الهبة، أي زائدا في دوام هبته وبذلها على الاستمرار من غير انقطاع. وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. وخير جليس يعني والقرآن خير جليس، وهو أحسن الحديث. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالقرآن خير جليس، يعني خير يعني ما يجلس إليه أو ما يجلس الإنسان من أجله، فهو القرآن الكريم. لا يمل حديثه، يعني القرآن الكريم جليس لا يمل حديثه، مهما حدثك القرآن حديثه لا يمل، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. قال أشار إلى قولهم: كل مكرور مملول، أو كل مكرور مملول إلا القرآن، أو كل مكرر مملول إلا القرآن. أي شيء غير القرآن يعني إذا كررته تمل إيه من تكراره يعني، لكن القرآن الكريم لا يمل حديثه. قال: وترداده، ترداد القرآن الكريم يعني كلما كررت القرآن الكريم وأعدت تلاوة الآية مرات ومرات، وترداده يزداد فيه تجملا، يزداد حسنا وجمالا، كلما كررت القرآن الكريم ورددته ازداد حسنا وجمالا. قال: تعود على القرآن كلما ردد ازداد حسنا وجمالا، ويجوز أن يعود على القارئ. ممكن أيضا إيه؟ وترداده يزداد فيه تجملا، يعني ترداد القرآن يزداد فيه القارئ للقرآن تجملا، القرآن نفسه يزداد جمالا وحسنا كلما ردد، وقارئ القرآن كذلك يزداد تجملا بترداد القرآن الكريم، لأنه يزداد بترداده من الثواب الجزيل وفوائد العلم الجليل ما يتجمل به في الدنيا والآخرة. فترداد القرآن يزداد به المردد أجرا وثوابا وعلما وخيرا. وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا. وحيث الفتى، قال، وصف القارئ بالفتوة، وهو خلق جميل يجمع أنواعا من مكارم الأخلاق. وحيث الفتى، مرات يقال يعني الفتوة يعني كمال العقل والعلم والقوة، ومن الفتوة يعني منها الفتى بمعنى الذي كملت قوته وكمل حلمه وعلمه، ومنه الفتوى، يعني الفتوى هي من نفس المادة يعني اللي منها التي منها يعني الفاء والتاء والواو، فمنها منها منها الفتوى والفتية والمفتي، لأنها إيه من كمال العلم يعني الذي يعني ينقله إلى غيره، يعني الذي أفتى يعني نقل علمه إلى الناس وعلمهم من علمه. فالفتوة كمال في العلم والعقل والحلم وغيره. فقال: وحيث الفتى، وكذلك الفتى اللي هو بمعنى الشاب يعني إذا صار قوي البدن قوي الجسم. قال: وحيث الفتى يرتاع في ظلماته، فوصف قارئ القرآن بالفتى يعني لكونه قد جمع أنواع الخير ومكارم الأخلاق. يرتاع في ظلماته، يرتاع يعني يفزع. في ظلماته، أضاف الظلمات إلى الفتى لأنها ظلمات أعماله، يعني إذا كان يعني كل بني آدم خطاء، يعني قارئ القرآن ليس معصوما، فقد يكون له يعني ذنب أو زلة أو خطأ، فبينما هو يرتاع منها يعني يخشى من ضررها عليه في قبره،
يرتاع في ظلماته، يعني عندما يدخل القبر ويجد ظلمة في القبر ويخشى من أثر ذنب عمله أو تقصير في طاعة الله تعالى، يلقاه سنا متهللا. إذا بالقرآن الكريم يلقاه، يعني يأتي إليه سنا، والسنا هو الضوء، والسناء الشرف والرفعة. فالسنا يمكن أن تكون مقصورة من الممدود، يعني يكون أصلها السناء الذي هو الشرف والرفع، ويمكن أن يكون السنا بمعنى الضوء. يلقاه سنا يعني ضوءا أو شرفا ورفعة، متهللا يعني باشا مسرورا، باشا مسرورا. فيأتيه القرآن الكريم، يعني ثواب القرآن الكريم يتمثل له في صورة نور أو في صورة إنسان، ويتهلل له ويؤنسه في قبره وينير عليه قبره. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، قال: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته تنور عليهم قبورها. حديث رواه مسلم في صحيحه. فيعني من باب الشيء بالشيء يذكر، يعني فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته تنور عليهم ظلمة قبورهم، والقرآن كذلك يعني ينور على الإنسان قبره ويؤنسه في قبره. ووردت أحاديث يعني في هذا المعنى، أن القرآن يأتي إلى الإنسان في قبره ويدفع عنه العذاب ويشفع له في قبره. قال: هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى. هنالك يعني إشارة إلى القبر. يهنيه يعني من الهناء، يعني أو وهو السرور والسعادة. هنالك يهنيه مقيلا، يعني يهنئ القارئة أو يهنأ القارئة مقيلا. والمقيل هو موضع القيلولة، وهي الاستراحة في وسط النهار، وأراد بها الناظم مطلق الراحة. يعني يصير القبر مقيلا، يعني يهنأ الإنسان بالقيلولة في قبره، يعني بالاستراحة في قبره. عندما يأتيه القرآن وينور عليه قبره، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، حينئذ يكون القبر مكانا هنيئا يهنأ فيه بالراحة. وروضة، وكالروضة بثواب القرآن. والمقيل لا يكون إلا موضعا حسنا ذا ظل وراحة. يعني المسافرون في الطرقات عندما يتعبون من السير وقت الظهيرة، فيبحثون عن مكان ظليل مريح يستريحون فيه. فالقبر يصبح مقيلا وروضة، والروضة المكان المتسع. ومن معاني الروضة أيضا الحديقة أو البستان. فالقبر يصبح روضة، يعني مكانا واسعا فسيحا كالحديقة أو البستان في حسنه وبهائه. ومن أجله، يعني ومن أجل القرآن، في ذروة العز، وذروة كل شيء أعلاه. في ذروة العز، والعز هو الشرف والمنزلة والمكان، يجتلى، أي هو بارز ينظر إليه. من قولك: اجتليت العروس، يعني نظرت إليها بارزة في زينتها. فقارئ القرآن يجتلى، يعني يصبح مثل العروس التي يضع لها يعني مثلا شيء مرتفع تجلس عليه لينظر إليها. فكذلك قارئ القرآن في ذروة العز، يعني يكون في أعلى العز، يجتلى، يعني والناس ينظرون إليه في مكان رفيع عال. يناشد في إرضائه لحبيبه، وأجدر به سؤلا إليه موصلا. يناشد، يعني القرآن الكريم يناشد، يعني يلح في المسألة، في إرضائه لحبيبه. في إرضائه لحبيبه، والحبيب هو قارئ القرآن، والهاء تعود على القرآن.
يعني القرآن الكريم يناشد، المقصود هنا أن القرآن الكريم يعني يشفع لصاحبه عند الله تعالى، فهو يناشد الله تعالى يعني يلح على الله سبحانه وتعالى في إرضاء قارئ القرآن الذي هو حبيب القرآن لحبه للقرآن، فهو قارئ له وملازم لتلاوته. قال المعنى: يسأل القرآن الله تعالى أن يعطي القارئ ما يرضى به القرآن، يناشد في إرضائه لحبيبه. وأجدر به، هذا أيضا أسلوب إيه؟ تعجب يعني. وأجدر به يعني جدير به وحقيق به، يعني ما سؤلا إليه موصلا. سؤلا يعني عطاء، أو السؤل اللي هو المطلوب، الشيء المسؤول اللي هو المطلوب، إليه موصلا يعني موصولا إليه، يعني هذا السؤل يعني هذا الطلب الذي يطلبه القرآن جدير به وحقيق به أن يتحقق وأن يجاب إليه. فالمعنى أن القرآن الكريم يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرضي قارئه، فيجيب الله سبحانه وتعالى طلبه ويرضي الله سبحانه وتعالى قارئ القرآن. نقف هنا إن شاء الله. حديث النبي في يوم القيامة أن القرآن يأتي يشفع. نعم. وردت أحاديث كثيرة يعني في هذا المعنى، في شفاعة القرآن لقارئه، وشفاعة سور معينة أيضا من القرآن لقارئها. في القرآن الكريم يطلب من الله تعالى إرضاء حبيب القرآن، فالله سبحانه وتعالى يجيب سؤله ويجيب طلبه ويحقق له طلبه. عندنا إذ ليس يخلق بضم اللام، هل يختلف المعنى إذا قرأت بالضم؟ في بعض الكثير من الألفاظ يعني مضبوطة بضبطين، يعني في النسخة اللي هي، وفي الحقيقة يعني أضبط نسخة للشاطبية، اللي يريد أضبط نسخة للشاطبية اللي هي نسخة الشيخ علي بن سعد الغامدي، حققها على عدد كبير من المخطوطات، هو أستاذ القراءات في جامعة أم القرى بمكة، يعني هذه أضبط نسخة للشاطبية، موافقة لعدد كبير من المخطوطات التي كتبت في عصر المؤلف وقريبا من عصر المؤلف، فجمع يعني قسما كبيرا، يعني أضبط حتى من نسخة الشيخ محمد تميم الزعبي، يعني يليها في الدرجة نسخة الشيخ محمد تميم الزعبي، لكن أضبط شيء نسخة الشيخ علي الغامدي حفظه الله. فممكن ترجعون إليها، فمرات يعني بعض الألفاظ تكون مضبوطة بضبطين ويكون كلاهما صحيحا. نعم. في بعض الشروح يقولون كل الحركتين. يعني ممكن هنا نشوف ماذا قال الشيخ. نعم، يعني هنا الشيخ الزعبي ضبطها بالضبطين، يخلق ويخلق كلاهما صحيح. فهل يتغير المعنى أم لا؟ يعني هما لغتان، يعني لغتان نفس يخلق ويخلق بمعنى يبلى، يخلق ويخلق معناه يبلى. طيب حفظكم الله وبارك، إن شاء الله ثبت الموعد يعني من 7:30 إلى 8:30، كل مرة نأخذ ساعة إن شاء الله، 7:30 إلى 8:30، بعض الأخوة يصلون بعيداً.